السلام عليكم. إذا نواصل موضوع الانفراج الدولي. قلنا دور هيئة الأمم المتحدة في الحصة الماضية. إذا هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت دورها لا ينحصر فقط من هيئة مضادة للحروب وللصراعات المسلحة، بل أصبحت كذلك تدعو الطرفان أي المتصارعان إلى ضرورة التخفيف من هذا الصراع، وكذلك ضرورة التفاوض. إذن الدعوة إلى التفاهم ونبذ الصراع. إذن هذا هو الدور الذي أصبحت تعمل من أجله هيئة الأمم المتحدة. إذن نبذ الصراع بين الكتلتين حتى نفهم ذلك جيدا، بين الطرفين المتصارعين وهما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، أي المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. إذن هذا بالنسبة لموضوع الانفراج أو التعايش السلمي، الانفراج الدولي أو التعايش السلمي. إذن نبقى دائما في إطار الوحدة الأولى الخاص بتطور العالم في ظل القطبية الثنائية. إذن بعد الانفراج الدولي ماذا يمكن أن نصادف ونقرأ في العلاقات الدولية؟ إذن مما سينتج عنه من خلال هذا موضوع الانفراج الدولي، إذن ستظهر سياسة أخرى سوف تنقل العالم من الثنائية إلى القطبية، وإذلك الوضعية الثالثة. إذن الوضعية الموالية هي الوضعية الثالثة والتي تخص من الوضعية الثالثة إذن تخص قلنا الانتقال من الثنائية إلى القطبية. إذن من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية. إذن ما معنى ذلك؟ ما معنى الانتقال من الثنائية القطبية إلى الأحادية القطبية؟ لو رجعنا إلى ما أخذناه كمفاهيم في أول حصة خاصة بوحدة الوحدة الأولى الخاصة بتطور العالم في ظل القطبية الثنائية، كنا قد تعرضنا إلى مجموعة مفاهيم وشرحنا هذه المفاهيم أو المصطلحات. من بين هذه المفاهيم قلنا القطبية الثنائية. إذن القطبية الثنائية قلنا أنها عبارة عن نظام عالمي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث انقسم في إطار هذه القطبية الثنائية انقسم العالم إلى قسمين: قسم غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويسمى قطب، والقسم الثاني بقيادة الاتحاد السوفيتي يسمى قطب. إذن القطب الأول والقطب الثاني شكلا قطبيتين أو قطب ثنائي، معناه فيه نظام ثنائي، نظام رأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ونظام شيوعي أو اشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي. وأصبح العالم منذ 45 يسير في فلك هذين القطبين اللذان اصطدما في عدة مرات، وظهر صراع حاد بينهما في عدة محطات تاريخية. وقلنا أن هذا الصراع كان طبعا قد أثقل كاهل الكتلتين، خاصة الاتحاد السوفيتي من الناحية الاقتصادية، امتلاك كل طرف من سلاح الدمار الشامل إذن أكد أنه لابد من التعايش والانفراج، وبالتالي تعرضنا في الحصة الماضية إلى موضوع الانفراج الدولي. هذا الانفراج الدولي الذي سوف يمهد الطريق إلى الانتقال من القطبية الثنائية إلى القطبية الأحادية.
إذن ممكن أن نقول أن هناك أسباب أدت إلى ظهور هذا القطبية الأحادية أو هذا النظام الجديد العالمي. إذن نقول أن إذا مقدمة طبعا أن العالم إذا عرف العالم تطورات هامة منذ 1945 إلى 1989 من الصراع إلى الانفراج إلى ظهور القطبية الأحادية إذن هذا عبارة عن مقدمة أو تقديم لموضوع من الانتقال من القطبية الثنائية إلى القطبية الأحادية. طبعا هناك قلت أسباب أدت إلى هذه القطبية الأحادية. إذن أول هذه الأسباب هو تفكك الاتحاد السوفيتي. إذن هذا العملاق الذي تأسس في سنة 1922 بعدما نجحت الثورة البولشوفية في 1917 بقيادة روسيا، إذن سوف يعمل على توسيع مجاله الجغرافي إلى أن يؤسس الاتحاد السوفيتي في 1922 وتنضم إليه إما عن طريق الطرق السلمية أو عن طريق القوى. انضمت إليه عدد كبير من الجمهوريات وأصبح يسمى بالاتحاد السوفيتي، لكن هذا الأخير سوف لن يدم يعمر طويلا، فبعد 70 سنة من الوجود سوف ينهار وسوف تكون هناك أسباب انهياره. طبعا من أسباب انهياره أو تفككه هو شفاعة المساحة مساحة الاتحاد السوفيتي. إذن أصبحت هذه المساحة أصبحت الدولة غير قادرة على مراقبتها على تسييرها بشكل جيد وبشكل يضمن لها التطور والازدهار. إذن المساحة نقول أنها أصبحت 22 مليون كيلومتر مربع. إذن أصبح من الصعب تسيير هذه المساحة الشاسعة. كذلك فيه نقطة أخرى، تعدد القوميات. أصبح الاتحاد السوفيتي أكثر من 32 قومية. إذن أصبح من الصعب تسيير هذه القوميات. وطبعا عندما نقول قوميات معناه فيه لغة خاصة، فيه عادات، فيه تقاليد، فيه يعني في أمور كبيرة جدا قد يصعب تسييرها وتنظيمها. كذلك أن فيه من القوميات من دمجت بالقوة وألحقت بالقوة بالاتحاد السوفيتي، مثل جمهورية البلطيق التي قام ستالين بإدخالها إلى الاتحاد السوفيتي عن طريق الدم، عن طريق التقتيل، عن طريق القوة. إذن فهذه الجمهوريات كانت دائما رافضة لأن تبقى تحت الاتحاد السوفيتي، وكانت تبحث عن أي حدث تاريخي أو أي فرصة لكي تتحرر من هذا الاتحاد. كذلك مركزية النظام الشيوعي، وبالتالي ظهور ما يسمى ب إذن وظهور ما يسمى بديكتاتورية الدولة. إذن أصبحت الطبقة الحاكمة هي المسيطرة على الشعب،
وبالتالي حققت ثراء وثروة عن طريق هذه السيطرة أو عن طريق الحكم، فأصبح الوصول إلى الحكم معناه الوصول إلى الثراء، وبالتالي هذا خلق نوع من عدم من لا استقرار وانعدام العدالة الاجتماعية في هذه الدولة. إذن هذا كله سوف يجعل باقي الشعب، لأنه غادي تظهر طبقة حاكمة تمثل الأقلية، وباقي الشعب يعيش في مشاكل اجتماعية واقتصادية عويصة جدا. إذن أمام كل هذا سوف لن يتمكن هذا البلد من أن أو هذا النظام من أن يواجه المشاكل الحقيقية التي أصبحت تعرفها المجتمعات السوفيتية. نتوقف عند هذا الحد لنواصل في الحصة المقبلة.